ايام مع جمهورنا مشربي كفو نبي نعلن اسمحوا لي نقوم ايش رايكم عشان الاعلان في اعلانين والاعلان هذا اجلته نهايه الحلقه أعلن عن الاعلان الاول بانه في حال اكتمل الوقف اليوم بكره بعد بكره بعد ثلاث ايام اربع ايام ان شاء الله انه خلال دقائق ما تدري فانا اعلن الان بما ان صار في مبادره في بدايه الحلقه عن الحصانة لرجلين غاليين وعزيزين علينا جميعا سيفال سالم وكذلك سلطان ثقر البريك فأنا أعلن الآن في حال اكتمال وقف اليتيم هذا نتكلم عنه ما بقى عليه الأسهم بسيطة فالوقف الثاني اللي بنبدأ فيه من سيغادر للمدينة المنورة هما سيفال سالم وسلطان ثقر يستاهلون مع سالم بن سعيد واذا كان بعد يبغى يخاويهم الله يرفع قدركم اليوم دلعناكم واجد تستاهلون اي والله تعود الحساسيه طيب هذا الاعلان الاول لانهم رجال